ازيك؟ حلو، عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لي بقى مين وقع؟ بس كده خلصنا السؤال. ايه ده؟ ايه يا جماعه الاسئله العميقه؟ سؤال عميق. شفتي بقى انت؟ طب انا لسه بقول لك ايه، ما بعرفش الاسئله العميقه يا بنتي. سؤال سهل واحده وبس كده. شكرا. لا، مين وقام؟ اهدافها، احلامها، هي ايه؟ احلامي ان انا انجح جدا في اللي انا فيه، وات ايفر انا هبقى في ايه. يعني انا بعد كل اللفات اللي انا لفيتها، يعني انا اشتغلت مساعد مخرج واشتغلت اسيستنت بروديوسر وكل حاجه، انا بالنسبه لي التمثيل ده اللي انا ده اللي انا كنت عايزاه، فان انا انجح فيه وان انا اكون مبسوطه. الموضوع ده بيفرق معايا جدا. تعملي حاجه بتحبيها؟ لا، لان انا ممكن اكون في عز ما انا ناجحه وبتاع في حاجه مضايقاني فمش مبسوطه، فده بالنسبه لي ما ببقاش مبسوطه بالنجاح. انا بحب انا نفسيا تستمتعي وانت أيوه. بتشتغلي. ومين وقام؟ معرفش، مش عارف والله. مش عارف. لازم تكوني عارفه. ما مش عارف. السؤال الغريب، يعني مش عارفه مين. معرفش وقام. انت دلوقتي قلتي لي ان انت كنتي مساعده مخرج وبعدين مثلتي وبقيتي بلوجر. مين الاول؟ اول حاجه اشتغلتي فيها؟ مساعد مخرج، وبعد كده اسيستنت بروديوسر، وبعد كده الفيديوز بتاعت انا وتيتا. لا، وكان تمثيل وكان الفيديوز بتاعت انا وتيتا. يعني التمثيل كان قبل السوشيال ميديا. اوكي. التمثيل كان قبلها بسبع سنين مثلا. واو. اوكي. طيب انت خدتي دوره مع علي بدرخان في الاخراج. طيب ضاف لك ايه بقى؟ بصي انا هقول لك على حاجه هي صدمه. انا دخلت، انا كنت ساعتها نفسي امثل. اوكي. بس لسه مش عارفه انا هعمل كده ولا لا، فكنت عايزه اروح اخد كورس عند دكتور علي بدرخان، عشان كنت عارفه ان هو كان جوز سعاد حسني وانا موهومه بالحاجات دي وبالممثلين وبالمخرجين القدام وكده. فانا ما روحتش عشان عايزه ابقى مساعد مخرج. أوكي. انا روحت عشان الفكره. فبعدين وانا جوه الورشه حبيت بقى، يعني حسيت انا ابتديت استفاد ان هو بيقول لي على حاجات انا ما يعني وقتها، لان الاخراج زمان غير دلوقتي، حاجات مختلفه اكيد كتير. طبعا اكيد. فانا اكتشفت المدارس بتتغير بالظبط، المدارس. فانا استفدت ايه؟ مش هقدر اقول لك اخراجيا قوي، لان انا كنت عشان الحاله، فانا اللي ما كنتش مركزه. انا كنت مبسوطه في فكره ان انا مع دكتور علي بدرخان. لما انت حققتي حلم كنت عايزه تعيشيه. يعني كنت بسال اسئله كتيره قوي على استاذ سعاد حسني وكده، يعني طب والكورس انت جايه في حته ثانيه. وقام، لقيتي نفسك في التمثيل ولا الاخراج؟ تمثيل. تمثيل ليه بقى؟ كده كده عشان انا زي ما قلت لك انا دخلت الموضوع عشان انا حابه التمثيل. بس انا كان عندي بقى ايشوز بقى ان انا اهلي كلهم صيادله ومش عايزيني اخش في الحته بتاعه التمثيل، مع اني عندي بوينت كبير في العيله برضه في الفن. بس انت دارسه صيدله؟ لا. أوكي. انا بزنس. كانت مامتي عندها مشكله اللي هو لا وبلاش ومش عارفه ايه، فطب انا هبقى مساعد مخت. اللي هو نبتديها شويه شويه كده. مسلسل التاني التالت. أيوة. انا بس بقى. ايوه صح. فلا بالنسبه لي التمثيل. وانا موهومه بالافلام من زمان، حاجات ابيض واسود، الافلام القديمه تمثيل. بس بتحسيش ان هي تمثيل زمان اكيد مختلف عن دلوقتي؟ يعني في الرياكشن عشان هم زمان كانوا مختلفين، حتى طريقه التمثيل نفسها مدرستها مختلفه تماما دلوقتي. هقول لك على حاجه ودي بتحصل، يعني لازم نكون صراحه، انت مش ساعات بتتفرجي على افلام قديمه بتقولي ايه الافوار دي؟ صح. اهالينا كانوا اوفر كده. والمصحف، يعني انا مامي احكي لها على موقف كبر المائده. ايه يا ماما؟ ايه كل ده؟ مبالغه. تيتا لما بتكلم معاها على حاجه اقول لها مثلا خارجه مع واحد صاحبي، خارجه مع واحد صاحبك والناس والدنيا، فبيعملوا كده زمان. فوتش ان هما بيبالغوا في ردود افعالهم. بالظبط. اللي احنا بنشوفه دلوقتي شبهنا، واللي هما كانوا احنا دلوقتي طبيعي قوي. يعني تحسي في اوقات بتحسي بعدين إن هنبقى تمثيل. اوفر. لا تحسي مع ولادنا واحفادنا هنبقى دول، احنا هنبقى اوفر. فمعش كده بقول لكم مش قصدي ان اوفر ان هما وحشين، هو كان هو ده الاسلوب الحياه بتاعهم والتصرفات بتاعتهم. طيب احنا اتكلمنا شويه عن الاخراج وعن التمثيل. طيب السوشيال ميديا. طبعا احنا الناس عرفتك مع تيتا. اوكي. واتشهرتي وعملتي اعداد كبيره قوي. الموضوع ده انت كنت مخططه له ولا جه كده صدفه؟ صدفه بحته. ازاي بقى؟ كنت بصور فيديوز ساعات انا حاجات كوميدي ساعات هي بس ستوري مع صحابي. وساعتها كان فولوورز حاجه صغيره جدا. فوقام انت ليه مش بتعملي فيديوز انتوا الاثنين مع بعض؟ جربت ان انا اصور بس مش مقصوده. ففيديو كان تقريبا خمس ثواني. تيتا انا بفكر اتجوز. ماشي عرفي وماله. بس ده الفيديو. فدي بقى ايه؟ نزلته على بيج وعلى الفيسبوك. انا كنت عاملاها ساعتها ما كنت عامله مسلسل ابو العروسه الجزء الاول. اوكي. فنزلت لان انا كنت ممثله كذا حاجه قبل الفيديوز دي. نزلت الفيديو ده وانا ناسيه اصلا الباسورد بتاعت البيج. بعد فتره لقيت قناه بتكلمني نعمل معاكي انترفيو. ف معقوله انا اتشهرت قوي من ابو العروسه؟
مش ممكن بقاله 3 سنين افتكر دلوقتي. ايوه 3 سنين ايه وقت 2020 وبراسه كان 2019 اللي هو معقوله. وهي لا ده انت عملتي فيديو انت وجدتك جايه ب 10 مليون. افتح البيج انا مش عارفه الباسورد نسيه هموت واعرف ايه الفيديو ده كان بقالي شهور. دخلت لقيت الفيديو ده جايب 10 مليون وكومنتس رهيبه ومش عارفه 10000 شير ومن هنا بقى ابتديت انزل فيديوهات. ابتديت سكت السوشيال ميديا اودادي كان عندي فيديوهات حبه فابتديت انزلها وبعد كده بقت تجي لي افكار كده وانا قاعده جنبها اصورها بقى تبدعي بقى. ما هي بقى اي حاجه زي ما بقول لك اللي هو اجي اقول لها حاجه بس افور فيها شويه. يعني انا مشكلتي ان انا مع تيتا كل شويه افور شويه. يعني اقول لها ايه عايزه اخرج مع واحد صاحبي هو ممكن واحد صاحبي يجي يتفرج معايا موفي نايت هو فكل شويه اعلى عشان هي تعلى معايا فاهمه. انا اي حد بيشوفني بيقول لي احنا بنحب تيتا اكتر منك اللي هو ماشي شكرا ياسين جدا. طيب بمناسبه ان الناس بتقول لك ان احنا بنحب تيتا اكتر منك انت كنت بتتعاملي ازاي مع التعليقات لما بتبقى مثلا صعبه حبتين ثلاثه كانت بتاثر فيكي ولا ما كنتش تسأل؟ انا ما عنديش مانع اللي على تيتا كان بيزعل يعني كنت بتتضايق؟ لا مش بتضايق برد يعني كنت بتجاوبي؟ بجاوب جدا. اوكي اللي بيغلط عادي بيتغلط فيه عادي جدا ما اثرش عليك ان انت توقفي؟ لا اكمل عادي. لا يعني انا بقالي فتره ما مش بصور اول فتره عشان تيتا كانت تعبانه فانا بالنسبه لي طز في السوشيال ميديا كلها مش هصور معاها وهي تعبانه. وبعد كده المسلسلين اللي كانوا عندي كانوا ورا بعض ما كانش عندي وقت يا دوب كنت بشوفها وانا داخله وانا خارجه. لا بعمل عشان الناس ولا منع عشان الناس هي على حسب تيتا على حسب تيتا. وكنت بتبقي مبسوطه زي ما انت قلتي من شويه ان انا بحب اعمل حاجه انا مبسوطه فيها قوي. وبعدين انت فاهمه يعني لو في 20 بني ادم بيشتموا فيا انا وتيتا في الوفات بيدعوا لتيتا وفي ناس يعني كومنت ده قلته في كذا انترفيو قبل كده والموضوع ده بحبه قوي ان في قبل كده ست ام يعني جت قالت لي شكرا عشان انتي السبب في ان انا بقيت اهتم بامي. الله فوتشز ان انا مش وحشه عملتي حاجه ايجابيه بالظبط. فانا لا مش بحس ان انا مستغلياها وعامله لا لان انا بصور وقت ما هي تبقى اوكي. لو هي مش عايزه بقعد بالست شهور مش بصور فيديو واحد. دي حاجه حلوه قوي. طب هي طبعا كانت تعرف ولا لا؟ لا طبعا كانتش تعرف لا. خالص تعرفش اي حاجه لغايه دلوقتي بس بقى لها 4 سنين السوشيال ميديا ما تعرفش حاجه. بس حلو علاقتكم ببعض. الحمد لله الحمد لله. التمثيل ولا السوشيال ميديا هي الفيديوهات السريعه اللي تنزليها يعني لاقيه نفسك فين اكتر؟ تمثيل. التمثيل برضو دايما التمثيل عندك بيكسب. التمثيل كده كده لان ده حلمي وانا صغيره. بس خلينا نكون واقعيين انا السوشيال ميديا اللي خلت الناس تعرفه فانا ما بعرفش. يعني اي حد في التمثيل بيقعد يقول لي خلاص يا وقام وقفي بقى سوشيال ميديا والفيديوز كوميدي حتى لو لوحدك على طول بتطلعي في الستوري على طول مع الناس على طول. يا جماعه الناس يعني انا بقى كنت في الجيم فست بتتمرن كبيره ام تقولي انا بحبك قوي وبحب اتفرج على الستوريز وبحب حاله خاصه وبحب كذا وربنا يخليكي يا بنتي وما حسيت مامي بتكلمني فوتشز ان انا ممثله بس الناس عرفتني ان انا زي بنتهم من السوشيال ميديا كمان لانه انت في شخصيتك الحقيقيه فهم بيحسوا ان انت واحده منهم بالظبط. اما التمثيل بقى انت بتتخض لما انا ببقى على ريد كاربت بفستان وميك اب لا 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 وام وام دي حد تاني بقى. دي حد تاني. بصي هي الناس بتحب حد اللي يكون قريب منها قوي بالظبط. عشان كده انت يمكن اتشهرتي اكتر ونجحتي اكتر مبدئيا في الاول في بداياتك السوشيال ميديا. طيب نخش بقى على حاله خاصه. شكله غالي على قلبك قوي. يا لهوي بحبه حب. حاله خاصه نجح نجاح كبير قوي وانا شفته بصراحه وحبيته جدا. ضاف لك ايه؟ ضاف لي كل حاجه. زي ايه بقى؟ ضاف لي فكره ان الناس كلها بقت وقام ممثله. الناس كل ده انا كنت بمثل حاجات برغم ان في حاجات كانت كتير قوي بحبها. يعني انا عملت عمله نادره مع نيلي كريم بحبه قوي كان صعيدي بحبه جدا. عملت جروب الدفعه عملت دور بحبه جدا. بس من هنا اللي في الميديا واللي بره الميديا بقى بالنسبه لهم وقام ممثله مش فكره ان هي طالعه من فيديوهات تيك بقت العلامه. اوكي لا وقام حابين فكره ان هي لا بقت ممثله بقى يتقال لي كومنت ان انت بقيتي راكزه كده في التمثيل مش فكره ان انا عايزه امثل لا بمثل بهدوء. فكره ان انا عملت حاجه مختلفه فكره الهدوء انا مش هاديه خالص. الوقار بتاع عبير والكعب دي مش انا. طب انت كنت قايله انه عبير في حاجات شبه منك وحاجات لا. انت بتقولي ان هي هاديه وانت مش هاديه دي الحاجات اللي انتوا مش شبه بعض فيها. زي ايه بقى الحاجات التانيه؟ وكوره قوي خلينا كده قوي على نفسنا. وكوره جدا وبتحسب كلامها رزينه كده. لا طب والحاجات اللي شبه بعض بتنصح لو هي اتاذت. انا عندي
اللي هو كده لما بتأذي في حاجه ولاقيكي فيها هتلاقيني بجري الحق ابوس ايدك. دي حاجه حلوه قوي. قريبه مني او بعيده عندي فوبيا من الموضوع ده، اللي هو لا لازم اقول فكره ان هي نفسها في امان ونفسها تبقى مطمنه، دي انا جدا طول الوقت. فهي نص ونص يعني، فكره الهدوء وكده ده مش شبهي، وفكره الحاجات اللي جواها شبهي قوي. قريت لك قبل كده ان انت كلمتي ان انت كنت بتعاني من الاكتئاب، مش كل الناس عندها الثقافه عن مرض الاكتئاب يعني. في ناس بتقول لك دي بتتدلع، دي مخنوقه شويه ويومين وبتبقى كويسه، بس هي بتجي فترات. كلمي بقى عنه اكتر وازاي بتتعاملي معاه. بصي مبدئيا الاكتئاب لسه عندي يعني، هو بيروح وقت تايم كده وبعد كده بيجي تاني. تقريبا اول مره جالي اكتئاب من فكره ان انت متعوده على طول ان انت على طول مبسوطه وعلى طول متدلعه وعلى طول كذا، وبعد كده بتبتدي في السن بتكبري فبتواجهي بقى الدنيا، يعني الدنيا مش فراشات بتاعت الحقيقه دي. الحقيقه فبتبتدي وتقابلي ناس وتشوفي ناس وحشه وناس حلوه وبتاع. ده جاب لي اكتئاب جدا. قعدت فتره انا نفسي مش عارفه انا عندي اكتئاب، انا زعلانه، انا مخنوقه. ابتدى يجي لي اكتئاب بقى من ايه؟ من كومنتس الناس. انت هتفضلي كده؟ انت ايه الكابه اللي انت فيها دي يا بنت؟ وانت على طول ما اعرفش ايه. ففجاه لقيت نفسي عايزه اقعد في الاوضه عشان الناس ما تقولش عليا ان انا مضايقاهم، عايزه ما اطلعش من الاوضه لحسن اضايق اهلي، مش عايزه اخرج مع صحابي ليحسوا ان انا بقيت كئيبه. فجالي اكتئاب. اكتئبت اكتر ما انت مكتئب بالظبط. طب اتعاملتي ازاي بقى وقتها؟ ده انا الوقت اللي فات اللي هو من كذا سنه طلعت نفسي بنفسي، ان انا سافرت وان انا رحت وان انا اهتميت بشغلي وعملت وكده. من فتره قريبه من كذا شهر جاي لي اكتئاب كان اعنف من واقول لك امتى بالظبط؟ وقت حاله خاصه. في عز النجاح بتاع عبير انا كنت في الاكستريم بتاع الاكتئاب. ما هو ده انا كنت بقول فيه يعني، مثلا لما حد يجي في مشاهير كبيره قوي جالهم اكتئاب وكانوا بيعانوا، بس الناس كانت ردود فعلها كانت قاسيه شويه جدا. اللي بيقول لك ان هو بيمثل وعنده فلوس ومشهور وحياته جميله، بيكتئب ليه؟ اكتر وقت نجحت فيه في حياتي في حاله خاصه، انا الشهر ده كان اكتر وقت انا عمري ما اكتئبت كده في حياتي. في حياتي ابتديت ابقى كويسه ليه؟ رحت لدكتوره بتعالج نفسي، اتكلمت مع اهلي بصراحه. انا مش وئام بتاعت زمان، انا وئام اللي حصل لها 1 2 3 4. تقبلوا ده وحبوها زي ما هي، عشان لو مش هترجع زي زمان على الاقل تبقى كويسه. لكن طول الوقت انت اهلك بيبقوا بيحبوكي، فطول الوقت احنا عايزينك مبسوطه، عايزينك مبسوطه، بس مش بيبقوا واخدين بالهم. هم بيضغطوا عليكي بالظبط، فانت قاعده طول الوقت وسطهم عامله كده بتمثلي. لا تقبلوا ان انا ممكن ابقى قاعده فجاه اعيط فجاه كذا. تفتكري انه مسلسل حاله خاصه الحاله بتاعته هي اللي وصلتك مرحله الاكتئاب؟ لا خالص. على فكره عايز اقول لك على حاجه، لا الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه جيب اكتئاب خالص. والكواليس بتاعت المسلسل كانت احلى حاجه في الدنيا. بصي هو كان باين الكيمياء الحلوه ما بين الممثلين كلهم. لا لا وكان كده تحسي فيه تناغم مع بعض. هو انا بالنسبه لي روح المسلسل اللي انتوا شفتوها هي دي كانت اللي ورا الكاميرا، فبالعكس خالص. بس هي حاجات كتيره بلس ان انت فجاه لقيتي نفسك انت ما بقيتيش شبه قبل كده، ولازم تاخدي بالك ولازم كده، وانت في نفس الوقت شخص يعني انت حسيتي ان في لود عليكي في ان انت تتحكمي في ردود افعالك وتصرفاتك. وانا شخص كنت بعاني من الاكتئاب فاكتئبت. انا يعني خايفه قوي ابان قدام الناس مكتئبه فما اروحش الحاجه. طب عندنا تكريم فاروح وانا عشان خايفه لا. اكتشفت ان لا يا جماعه عادي. قدرتي ان انت تتغلبي على الموضوع ده ولا يعني بيروح ويجي؟ بس انا مع جدا فكره الدكتوره النفسيه، فرقت معايا. انا لما بروح لها ترتاحي. بعد كذا يوم كويسه وكده بحس ان هو باينني محتاجه اروح لها تاني. بس احنا هنشوف بعض كتير. بسبب ان مش بيبقى الواحد على فكره، انت ممكن كلمه تقلك تبقى عاديه جدا، بس انت بتتريجر عندك حاجات تانية. أوكي. يعني ممكن يبقى حد بينصحك نصيحه يكون حد من كذا سنه قالك الطريقه دي بطريقه وحشه، فلو هو بيقول لك النصيحه عملت لك تريجر. بالظبط ده اللي بيحصل لي في الفتره يعني حاله خاصه. الناس عماله تنصحني ان انت برافو وبتاع، بس بيقول كلام او بتقول كلام شبه حاجات وحشه قوي زمان. طب انت دلوقتي عارفه ايه السبب، فالمفروض هيكون سهل عليكي ان انت تتحسني. انا بعرف ابقى كويسه. اوكي. عندي ميزه الحمد لله، يا رب ربنا يديمها، يعني انا شخص بيحب نفسه قوي، مش بوحشه، بشوف نفسي شخص يستاهل يبقى مبسوط، شخص يستاهل يعني حاجه جميله، شخص يستاهل يبقى كده. عندي مشاكل، عندي مشاكل، عندي حاجات وحشه اكيد، بس في الاخر ما بشوفش ان انا استاهل الحاجه الوحشه، فده اللي بيخليني لو كفايه كئيبه بقى. كفايه زعل، كفايه كذا. بس غصب عني بيحصل حاجه، عشان انا للاسف اللي بيبقى مريض اكتئاب بيبقى اسهل حد ان هو يرجع له تاني.
طيب مسلسل كوبرا بحبه. ايه بقى بحبه قوي سيبك كل ما اتكلم على حاجه بصي احس فيه سعاده. ايوه مسلسل كوبرا انا عارفه كزبره قبل المسلسل من ناس صحابنا، وكزبره هو اللي رشحني. فكره ان احنا لدغين، فكره ان احنا من بس حلوه ولا كوميدي، وفكره ان احنا ممكن نعمل كوميدي. انا بعمل فيديوهات مع تيتا كوميدي، وكزبره طبعا يعني كسر الدنيا في الحريفه وحتى في كوبرا. المشاهد مع كزبره يا جماعه مش بنضحك ضحك مش طبيعي. ربنا مديله، دايما بقول له كده، الكوميديا بتاعت الفتره بتاعت استاذ محمد هنيدي. فاكره الفتره بتاعت والوقت بتاع الناظر، عارفه الافلام دي؟ اه كزبره عنده مش الكوميديا الجديده، الكوميديا دي فوحشت الناس عشان كده بيحبوه، وفكره ان هو قريب من الناس. أوكي. ودي اهم حاجه انا اكتشفتها في الدنيا، ان انت تبقي ممثله قريبه من الناس، ده اللي هينجحك. فاي حاجه مع كزبره كنت بحبها، وانا كل مشاهدي مع كزبره. لما عرفت بقى استاذ محمد امام، لا انت مش فاهمه هو بيساعدنا ازاي وبيسابورت ازاي لا اتبسطت بالتجربه دي جدا، واتبسطت فكره ان انا اختلفت عن عبير، يعني شخصيه مختلفه ده ملهاش علاقه. اكيد طبعا ضافت لك حاجات تانية، ضافت لي. وعايزه اقول على حاجه، ما شاء الله ما شاء الله الشعبيه بتاعت استاذ محمد امام خطيره. اكيد طبعا خطيره، يعني طيب انا في اي بلد يقولوا لي غرام ايه ده كانت تيتا دلوقتي ماما، هو كانوا عارفيني فيديوهات التيتا دلوقتي انا ويام يا جماعه. ايوه ممكن تعرفوني انا كشخص. اوقات بيكون مثلا ممثلين لما بيقفوا مع نجوم كبار لاول مره بتجيهم رهبه او خوف. انت لما وقفتي قدام محمد امام كانت مشاعرك ايه؟ كنت خايفة قلقانة ولا عادي؟ بصي انا ما جمعنيش مشاهد معاه غير مشهدين، وما فيش كلام ما بيني وبينه غير يعني كلمة جملة، فما كانش عندي ده. بس شفته لا ما كان هو بيعرف يكسر ده ويتكلم ويهزر وبتاع، هو احتواكي جدا. وعلى فكرة انا عايز اقول لك حاجة، كل النجوم كانوا كده. استاذة غادة عادل يعني جميلة، دودو دي جميلة. حاجة انا ما شفتهاش في حياتي على فكره. الحاجات دي كلها والتعامل النجوم مع النجوم او الممثلين الشباب الصغيرين هي اللي بتنجح العمل. ده حقيقي جدا، وهو ده اللي بتعمل بجد نجمه حقيقي، وبيخليكي اصلا اخاف يعني في الاول. في الاول انت كنتي زي او انت كنت زي صح، فليه يعني لما بسمع ان ممثل كان سخيف او ليه؟ اصل احنا مش في امتحان، انا اكيد هتوتر قدامك واكيد هتلخبط واكيد هنسى المشهد، مش محتاجين ان احنا نبقى طف. صح. يعني عايزه اقول لك على حاجه، الموضوع ده مضحك جدا. استاذه غاده عادل شوفي الكومنت الغريب، لما قالوا لها وقام في الاول انا وهي بنموت في بعض، وقام في الاول لما عرفتيها قالت انا افتكرت بنت بقى فاكره نفسها حلوه فتنكا. قلت لها انا تنكا اول يوم؟ قالت لي كنت تنكا. من كتر ما انا خايفه منها فقاعده في المشهد عامله كده، فالبريك عامله كده، فديتيها فديتها اتيتيود انا مش هتكلم معاكي، فديتيها انت جامده، انا ما حدش انا مرعوبه ابص لك. اها بعد مثلا ست ساعات سبع ساعات انا وهي بنتكلم في حياه بعض بقى يلا بقى نتكلم ونضحك. لا حلو. فبالعكس يعني انا حاسه ان انت لازم تخلي الممثل مبسوط ومش خايف وبتاع عشان يمثل حلو اصلا، عشان انت تكسب. الشهره عامله معاكي ايه؟ عامله مع وئام ايه؟ حلوه. الكومنتس السيئه الكثيره بتبقى مؤذيه نفسيا. انا شخص طبيعي قوي، فمش عارفه، بس انا ستيل عارفه ابقى طبيعي، بس مش عارفه بعدين هبقى كده ولا لا. هكمل على نفس المنهج ولا لا؟ لا، لان انا كنت بشوف ده، يعني بشوف ناس صحابي بيمثلوا بقالهم فتره، حسيتهم بقوا ماشيين قوي اللي هو عاملين كده، واول ما الناس تيجي انا مش كده، انا زعلانه فانا زعلانه. فالفانز يا حبيبي تيجي تقولي انت زعلانه من ايه وايه مرة؟ ممكن اتصور معاكي ولا انت مش في المود؟ لا والله مش في المود. طيب وتمشي عادي. اوكي. اي حد تاني فنانين هيفتكرها تنك. فانا لغايه دلوقتي عارفه الناس تفهم ان انا شخص طبيعي. حلو ان انت تبقي نفسك. حلو، بس هتلاقيها بس بتحسيش يعني بتحكمك شويه مثلا لما تروحي دلوقتي طبعا لما تخرجي ولا تروحي مكان بتضايقي ولا بتحسي؟ مش بتضايق، بس بقى في حاجه للاسف غصب عني بتوتر. بتتوتري؟ ليه بقى؟ طبيعي، يعني طبيعي ان انت كنت بتقعدي في مكان وتظهري براحتك، لو رايحه حفله او بتاع فجاه هي دي وقام، هي دي اللي بتمثل، هي دي مع جدتها، هي دي حلو ونجاح وكل حاجه، بس انا مش عايزه ابقى موجوده دلوقتي. انا عايزه اختفي حالا. ليه؟ مش عشان انا مش عايزاهم، تعالوا اتكلموا معايا، فاهمه قصدي؟ يعني تايري وانت وقام انا ما عنديش مشكله، هتلاقيني ببتسم، لكن وانا سامعه سايتو كده اللي هو هي دي وقام، هي دي كذا، هي دي تيتا، هي مش فاكره اسم البنت وسام ولا اسمها، انتوا بتقولوا ايه؟ بتقولوا عايزه الفيلا ولا بس تسكتي؟
ده بيوترني جدا. لكن لو حد وانا قاعده ممكن اجي اتصور، يا لهوي ده لذيذه جدا، شعور جميل ده، انت ناجحه. حب الناس اصلا ده كنز. لا وفي ناس بقى بتبقى دي احلى حاجه في دميتي، صح. اللي تيجي ام تقوم حضناني وماشيه هي، ولا عايزه تتصور ولا عايزه، انا بحبك بحس شبه بنتي وتقوم حضناني وماشيه بس خلاص كده. دي دايما بتحصل وانا في مول وانا في حاجه، فده ده 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 اللي يكرهه يبقى بني ادم عنده مشاكل يعني، ده انا بحبه. لكن ان الحته اي حاجه شهره تبقى ليها جزء حلو والجزء الوحش اكيد ابقى مضايقه. حصل لك موقف غريب او طريف من ورا الشهرة؟ لو في موقف ملوش علاقه بالشهره، بس انا دايما باجي اتكرم اي حاجه بيقولوا ام وجدي، هي مذيعه وانا ممثله، فانا لما بتكرم وام وجدي فانا بقى اللي هو عارفه الفيس اللي هو مش طالع مش طالع والله ما طالع والله ما انا مش فاكر كنا في جامعه ايه، فضلت واقفه الناس بتسقف بقى مستنيني اخش، مش طالع، ما هو انا مش هينفع. لكن بسبب كده لا. او طبعا لما بيجي حد بقى وسام انا بحبك قوي، فانا بضطر اعمل كده اللي هو تمام الاسم غلط، حد يقول لي انا بحبك جدا وبتاع وبيفتكر ممثله تانية. تمام. انا في حد مره قال لي بسطت منك قوي في ملوك الجدعانه وانا ما مثلتش فيه، فتقريبا كانوا فاكريني يلا الصيت ولا الغنى. يا جماعه يعني انا مبسوطه بس كل اللي بيبارك لي بيبارك لي في حاجه مش فيها، ممكن اللي انا اشتغلته البلكوني. علاقتك مع والدك الله يرحمه كانت جميله، واكيد كل بنت تحب يعني يكون فتى احلامها شبه من باباها. ايه الحاجات اللي بتتمنيها في فارس الاحلام يكون في حاجات من باباك الله يرحمه؟ يبقى حنين، والكلمه هتلاقيها كليشيه قوي بس فكره ان هو يبقى راجل، لان انا بحس ان دلوقتي مفهوم الرجوله بقت غريبه جدا. راجل احتوي كده يعني، انا بابايا كان بيعرف يحتوي مامتي قوي، مع ان مامتي كانت عامله زينا، بتضايق فجاه وبتعصب فجاه وبتضحك فجاه هرمونات بقى تمام هو عارف يهندلها. فكره ان هو يعني بالنسبه لي الحنيه، وان هو يعرف يحتويها. دايما بتلاقي الكومنتس بتاعت البنات ان انا لو مش عايزه حد يبقى شبه بابايا اوكي عشان بابايا كان وحش. انا بابايا برضه عمل لي تروما من كتر ما هو حلو، فالاكسبكتيشنز تحفه، فلما باجي احب الموضوع بتكوني شايفه عايزه الصوره اللي انت شايفاها، مش لازم يبقى زيه لان الظروف مختلفه اكيد وشخصيات مختلفه، في حاجات في حد ادنى للحد اللي يبقى معاكي، الحنيه، ان مش فكره انت لازم تعملي وانا اعمل راجل وست، لا لا لا. بابايا كان متحضر جدا بس وقت غيور جدا، بس عارف في بالانس، في بالانس يعني بابايا ونعمل وننزل ونروح بحر وما اعرفش ايه وبتاع، بس كان عامل زي عريس من جهه امنيه ما يجيش ولد جنب بنتي ايوه فهو كان عنده بالانس كده مع مامتي كمان، يعني بتروح وبتخطب مع صحابها وبتعمل وبتعمل، بس هي اللي معاه في شغلها وهي اللي كذا، واي مؤتمر او اي تكريم لازم تبقى هي معاه، عامل لها سبيس. حلوه العلاقه اكيد، فجابالي تروما لا لا انا عايزه من ده لا لا ان شاء الله هتلاقي يعني بجد التوازن واللي انت اتكلمتي فيه حاجه جميله جدا، وحلو انه البنت تفضل على طول تتكلم في سيره باباها بطريقه حلوه، تبقى شايفه وعايزه تشوف الموضوع ده في الانسان اللي عايزه ترتبط بيه. يعني انا يعني دي حاجه جوايا كده اللي هو انا لغايه اخر يوم في عمري هفضل اعرف الناس كلها ان انا وبابايا ده ام براود منه. من الحب انا بحب طول الوقت في فكري، انا حاطه صورته في الاوضه، انا بحبك ومامتي بتتكلم عنه كده، مش عشان انا بنته موهومه، انا مامتي مفيش حاجه بقاها غير هو في زي مجدي. مين كان اقرب ليكي، مامتي ولا بابايا؟ انا كنت صغيره برضه، انا بابايا توفى وانا عندي 15 سنه الله يرحمه، بس برضه بتحس يعني بتهيألي الوقت ده كان بابايا عشان مامتي كانت بتذاكر لاخواتي اكبر مني بست سنين وخمس سنين، وانا الدلوعه فهدلع على مين؟ فكنت وهم جد شويه استغلي الموضوع، هم جد شويه انا هلاسه، ايوه هو يلا نرقص يلا نعمل يلا كذا بدلعه، فانا برضو كنت في فتره كده اللي هو اللي على الحجر قوي عشان انا صغيره، فبيتهيألي وقت بابايا. بس دلوقتي انا مامتي، انا يعني انا دايما بقولها صاحبتي الاولى هي مامتي، حلوه اقرب كمان من تيتا، بس ده مش بيبان، بس انا مامتي صاحبتي اكتر من ماي بيست فريند يعني. وقام لو رحتي البرنامج مع رامز جلال وصورتي وخلصتي، ردة فعلك هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى عصبيه وزعيق زي ما بيعملوا بقيه النجوم، ولا هتبقى مصيبه؟ هتبقى مصيبه. بصي هتبقى، هقول لك بيتهيألي هتبقى ازاي، تبقى مصيبه وزعيق وسويت وحاجات كتيره غلط، شتايم جدا جدا جدا، لان انا شخص عندي فوبيا من كل حاجه، فهو يا حبيبي يا نهار ابيض، يعني هو مش هيبقى قاصد بس هو غصب عنه هيأذيني، يعني لو مكان مقفول انا هيغمى عليا، لو حاجه عاليه هقع من طولي، لو حيوانات طب انت ليه؟
فهتعب قوي فهتاذي نفسيا، فاهم قصدي؟ فاللي هو ايه، هبقى صويتها وبعد كده هقع وهقعد اضحك بقى، يعني لما يفوقني هقعد اضحك. فانا هديله كل الحاجات اللي عندك، هديله كل الحاجات اللي هو ممكن يكون بيعملها في 20 حلقه في حلقه واحده. طب لو عرفتي ان هم هيعملوا فيكي مقلب هتوافقي تروحي ولا لا؟ حاسه لا لا. كل الناس بتقول لي انت لا هتروحي وبتاع وموضوع يبقى تعب، بس انا حاسه عشان هم حتى لو بيقولوا ما اظنش هيقولوا ايه المقلب، وانا المقلب اللي بتتعب. بس هو مقلبه مش هزار خالص يعني، يعني يعني انا المقلب اللي هو بالنسبه للناس عاديه انا بالنسبه لي كارثيه، خصوصا يعني زي ما قلتي ان انت عندك فوبيا ودي مشكله على فكره. انا بالنسبه لي اصعب واحده اللي هو اللي كان بينزلهم من الميه، لا ايه المقابر اللي هي بتاعت الفراعنه. لا دي صعبه قوي، الفراعنه ويقفل عليهم. لا دي صعبه قوي، موتني يعني. ساعتها الاستاذ محمد هنيدي قال له جمله، قال له ما تضربنا بالنار واخلص، موتني. هيجي لك فيوز اكتر. ما تعملش فيها كده. لكن في حاجات تانية الواحد ممكن لو كان عارفها واللي هو هعرف استحملها ممكن اروح فور فن. اوكي. لكن اروح على حاجة حتى لو عارفة عارفة انها مش هستحملها ليه طيب؟ ممكن يحصل لي حاجة هناك. لا لا بعد الشاي مش عايزين يحصل لك حاجة جنب ديت. انا اقعد جنب ديت اشرب شاي ولبن بلا نروح بلا نرجع. شفناكي في فيديو مع ساحر. مع ساحر؟ على السوشيال ميديا من فترة كبيرة. ايوه كريس المصري. انا حسيت الجملة غريبة، شفناكي في فيديو مع ساحر. ايوه كنت بعمل ايه؟ قولي لي بقى بصراحة، كنتوا متفقين على المقلب ده ولا كان مقلب؟ فيديو بتاع دهب انا اول مره كنت اشوف كراس في حياتي. وكنت منبهره بيه، منبهره فيه. الخاتم في ايدي، بصي عليه، بصيت جابه من هنا، يعني حصل بجد مش تمثيل. وحياه ربنا بص عليه جابه من هنا، فانا اللي هو اكيد هو في تريك عنده ان بيخليكي تعملي حاجه، بس انا اللي فاكرين ان انا عيني كانت على الخاتم. فلا بعدين بقينا صحاب فعملنا الفيديو التاني، بس ولا كنت عارفه حاجه برضو. ايوه قال لي تعالي نصور، بس انت ما تيجيش ده وانا هعمل ايه. فصورنا وبرضو غريب جدا، وبيسند الكوتشينه بسن القلم وبيعمل حاجات انا بالنسبه لي لما جيت اعملها مش عارفه بيعملها ازاي. فلا لا انا ما بتفقش على حاجه ابدا، ما بعرفش لا مع تيتا ولا اعرف. وهو على فكره واضحه وصريحه. مش واضحه، فيك هيبان عليك. ايوه هيبان عليها جدا. طب انت شايفه ان دي حاجه حلوه ولا وحشه ان الواحد يبان عليه اللي جواه؟ بتبقى وحشه في الانترفيوز اللي زي حالاتنا كده، بس الانترفيو هنا مش بيحصل كده. لما الحاجات بتتعاد كلها ممكن نعيد كل اللي قلتوه. مستحيل، بقول لهم انا اسفه جدا، غيروا الاسئله كلها. مش عارف، مش ان انا ما مش شاطره. مش طيب بتعملي ايه كدا لما بتصوري مشهد وبتعيدي وتزيدي؟ دي مش وقام بقى. هتعملي ايه بقى؟ دي مش وقام، اعيد 200 مره. مش ما عندكيش مشكله. ايوه بس لما تكوني وقام عندك مشكله. عندي مشكله ليه؟ انت تقولي عملت ايه في التمثيل، عملت كذا كذا. معلش في حاجه في الصوت ممكن تقولي عملت ايه في التمثيل، عملت كذا كذا. هتلاقي واحده واحده وشي ابتدى اللي هو انا قلت لك يعني. خلاص بقى احنا ايه، خلاص بقى احنا نمثل. مره يعني عايده مره ماشي عشان سيتويشن، لكن مره والتانيه طب لا خلاص ما عندي. فبقول لك غيري السؤال، غيريه وقولي كمان شويه بطريقه ثانيه. فاهمة قصدي؟ ما بعرفش، مش بعرف خالص. حلو. وام دي الفقره بتاعتنا اسمها لعب وضحك وجد وحب. كان حب نكد. هو ده اللي انا ما قلت مش عايزاه. عشان جزره الحب. لو في اللعبه اوكي. هنلعب بيه. لو ماشي. في اللعبه اوكي. اول حاجه هسالك شويه اسئله افلام وانت هتقولي الفيلم ده كان ايه او مين اللي قال. انا بابا يلا مين اللي قال؟ خالد صالح، مصطفى شعبان، خالد النبوي، خالد الصاوي. خالد صالح في تيتو. صح. طب كان بيقولها ازاي بقى؟ لا مش فاكر. لو انت دلوقتي عايزه متضايقه من حد وعايزه لو انا انا بابا يلا على طول ببلطجه. انجليزي ده يا مرسي مين صاحب الافيه؟ سعيد صالح، يونس شلبي، عادل امام، احمد زكي. هو مرسي كان سعيد صالح، فاللي قاله يبقى عادل امام. قولي كده تاني. انجليزي ده يا مرسي. لا مين ده؟ قولي لنا. سعيد صالح، يونس شلبي، عادل امام، احمد زكي. عادل امام ولا يونس شلبي؟ لا عادل امام، يونس شلبي. صح يونس شلبي. انجليزي ده يا مرسي. لا عادل امام. غلط. عادل امام ان شاء الله بقى هنكتشف. انجليزي ده مرسي. ايوه ما هو مرسي اهو. مرسي الزناتي كان سعيد صالح، فاللي قال له كده يبقى عادل امام. يونس شلبي. ما تتكلميش معايا تاني. ايوه قولي حاجه من اللي ربنا كتبها علينا. الافيه ده كان من فيلم ايه؟ حمام في امستردام، ولا صعيدي في الجامعه الامريكيه، ولا بلية ودماغه العاليه، ولا اسماعيل رايح جاي، اسماعيليه رايح جاي؟ صعيدي في الجامعه الامريكيه. صح. أين أشيائي كان من فيلم إيه؟ طير أنت؟ لا ده طبعا. سميرة أبو النيل؟ لا. لا تراجع ولا استسلام؟ أيوه. إيش دبور؟ لا تراجع ولا استسلام، أيوه. عمالة عطلانة.
احنا جايين نهدي النفوس كان من فيلم ايه؟ انا فاهم بس لازم تقول الاختيارات. انت بتلخبطه انت بتلخبطه. شفتي ناظر اللي بالي بالك الليمبي عبود على الحدود. ناظر صح. اوكي شطوره. ده انا مربيه على الطرب الاصيل من قد كده. باشا تلميذ مين بقى اللي كان بيقوله؟ حسن حسني كان بيقول على رامز جلال وهو بيغني. يا جماعه انا جنب. لا لا انا جنب. نشنت يا فالح مين اللي كان بيقول الافيه ده؟ توفيق الدهلي، زكي رستم، استيفان روستي، محمود المليجي. نشنت يا فالح محمود المليجي. زكي رستم؟ لا استيفان روستي. ايه ده مش زكي رستم اكيد. ايوه هو استيفان روستي. أيوة هو بعينه بغباوته. مين الرياض الاسبقي قالوا لاسماعيل ياسين في الافيه ده؟ كان في فيلم ايه؟ اسماعيل ياسين في الاسطول ولا اسماعيل ياسين في الجيش ولا اسماعيل ياسين في الطيران ولا في الشرطه؟ هو بتاع بودنم ده ايه كان ايه اول واحد؟ الاسطول. الاسطول ماشي. ده حلو حلو. ابتديت افتكر حاجات زمان. كنت بحط التاتش بتاعي حزقلون كان بيقول الافيه ده لمين؟ عصام باشا، منير باشا، سراج باشا، سليم باشا. سراج باشا. سراج باشا صح. مين بقى اللي كان بيجسد سراج باشا؟ ماجد الكدواني. طب صح كده. انا سعيده. مين اللي كان بيقول يا صفايح الزبده السايحه برامير القشطه النايحه؟ حسن فايق، عبد الفتاح الاسري، اسماعيل ياسين، سيف ستيفان روستي. عبد الفتاح الاسري. صح كده. شمعين. عايزه جايزه. انا عايزه أيوة جايزه على الحوار ده. المكنه طلعت قماش الافيه ده كان من اشهر سؤاد مهندس في زيزي عائلة زيزي. شطوره. شكرا. من افيهات احمد حلمي هو بابا ما جاش معاك ليه؟ شكرا وانا ماليه لمبي لف وارجع تاني. شكرا في الناظر. شكرا صح كده. ايه ده احنا بنخلص؟ اوعي تقولي ان احنا بنخلص. لا انا عايزه العب تانية. لسه هنلعب ده لسه في لعب تاني. ايوه ماشي. ايوه جيبي اسئله تانية. هندخل بقى على الضحك. ماشي. ماشي. كان دايما بنشوفك مشاهدك مع كزبره وفيديوهاتك وكان سيكا كان بيحب غرام قوي. الناس حبت طريقتكم مع بعض وخاصه ان انتوا الاثنين في طريقه الكلام قريبين من بعض قوي. طبعا عشان لدغه. ايوه طبعا. اكتر عايزين بقى حته لما كان بيقول لك على الدغري كنت بتعملي ايه؟ كان بيبقى ايه وضعك بقى في اللحظه دي؟ احنا كلنا اصلا كنا بنضحك عليه. لما هو كان كزبره بيقول لا بموت يا جماعه. اصلا فكره انا وكزبره صحاب. فكره لما يجي يقول لي ابت انا بموت. ما تقوليش ابت بالطريقه دي واللي هو ده انت اللي هنا لا لا بموت. فهي على الدغري دي كانت يعني اكتر حاجه ممكن ما تضحكنيش قوي لان خلاص بيقولها كذا مره. لكن الحاجات اللي فجأة اللي كان بيقولها اللي هو بتحبني يا سيكا قابت دي ممكن اقعد اضحك عليها قد كده. وكنا بنضحك كتير يعني. ويا حرام المخرج بيبقى مشكلته اللي هو ضحكوا على ايه. فكرة ان الكزبرة بيحبيني ده بالنسبة لي مضحكني. ما تحبنيش. عايزين بقى حتة على الدغري. على الدغري انا تعبان. بس هو كان بيقول ايه تاني؟ قابت قابت يا غقة. بس انا مش فاكرة الاغنية يا جماعة كنت بحبها قوي. مش عارفه ايه. يا غرام قلبي استوى. مامي قعدت فتره بتغني لي. اكتر موقف كان بيضحكك مع كزبره ما كنتش بتقدري ان انت اللي هو انت بعدها مش قادره تكملي المشهد؟ فكره ان احنا بنحب في بعض هي مش عارفه مين ويا ساكسونيا ومش عارفه ايه الكلام ده كنت بموت. لان انا ما عايزه اقول الكلام ده بس مش عايزه اقول الكزبره مش عارفه ليه. اي حاجه كنا بنهزر فيها قبل المشهد لا كنا بنموت في الكرفان. ومعظم في فيديوهات منزلاها في الكرفان بموت. لو دلوقتي عايزين وقام نوصفها باغنيه ايه الاغنيه اللي هتختاريها لنفسك وتغنيها؟ اختياراتي مدمره حياتي حياتي. بس اكتر ما اختيار ندمان عليه. يا قلبي. لا كتير والله. هنكد بقى مش هتبقى لعبه فكتير. مامي بقى طول اليوم عارف ايه بتتبسط بفشلي. طول اليوم اختياراتي سامعه سامعه الاغنيه دي مدمره حياتي. هو دي ولا تقعد تقولها انت دمرتي لي انا كمان حياتي معاكي. وقام بتصطادي فعلا الناس اللي هو اختياراتي مدمره حياتي بتصطادي كده فعلا الناس الغلط؟ والله مش يعني تقريبا بس انا مش قصده والله. بس يعني انا محتاجه اعيش في الواقع. انا برضه في عمل اللي هو لا اكيد الناس مش قصده واكيد والحب بيغلب. كلي عيش بقى ونامي وعيش حياتك واقتنع ان ايه ماشي الدنيا. انا برضو عايشه في وهم كده مش صح. كان في بوست نازل على الفيسبوك بيقول ان الناس اللي هم بيصطادوا الناس الغلط دول ده غلط منهم. هو انت ايه رايك في الكلام ده؟ طبعا ده غلط مني 100%. لان على فكره عايزه اقول لك على حاجه. الواحد بيخش المواضيع وهو مدرك ان هو ممكن يتاذي. بس اكيد الشخص ده مش هيأذيني. شكرا ازيك انت خلاص اتبهدلتي. فلا لا طبعا غلط غلط. ايه اكتر حاجه اتعلمتيها من تجاربك؟ افكر بعقلي. لان انا شخص
عاطفيه جدا وسنسيتيف جدا و... عشان برج العقرب تقريبا عشان برج العقرب انا يا جماعه انا بحب على نفسي. انا ممكن اقول لك على موقف حصل لي. انا احرجت جدا. كنت في الحفله بتاعت استاذ عمر خير وقاعدين والموسيقى بيلعب والناس حواليه وبتاع. بعد ما خلصنا الحفله حد من الفرقه حد كبير قال لي ايه يا وقام ده؟ معرفوش هو تقريبا فان. ايه يا وقام المشاعر دي؟ عياط وضحك بتاع حبيبتي هتجوزك ممكن تشيل ايدك من عليا؟ ايه الاحراج ده؟ عشان انا ايه من كتر ما انا عاطفيه يشغل اغنيه ام عيطه اغنيه ثانيه يرقص وبعد كده ام عيطه وبعد كده لمده ساعه انا مش واخده بالي فالناس بقى مركزه معايا مركزه. فانا بحب من اغنيه يعني انا بحب حاله الحب. انا بشغل اغنيه انا بحب حد مين ما اعرفش في الدنيا. ايه اكتر حاجه ضايقتك في من الفانز؟ الفانز لو حد بينتقد تيتا او بيغلط فيها ما بحبش كده. حاجه بصي كده كده هتحصل. الناس بتحكم قوي على انت لبسك فانت بني ادمه كذا، انت طريقتك يعني زهقت بزهق قوي من الكومنتس دي يعني. بس خلاص وقام بتبقى مع جدتها تلقائيه او لكن في الطبيعي بتبقى عامله ازاي؟ يعني بيبقى في فرق. انت كنت بتقولي ان في بيبقى في فرق بين الفيديوهات او الناس بتبقى فاهمه ان انت بتتكلمي عادي لكن في الطبيعي ان انت بتبقى هاديه خالص. لا لا انا مش هاديه، مش فكره هاديه، بس انا بفتح الكاميرا مع جدتي قاعدين في البيت غير لما ببقى بره. بس انا مش شخص هادي خالص، انا طبيعيه جدا. بس انا بخاف بقى ان الطبيعيه قوي دي الفانز يتخضوا منها. لان برضو الواحد لما بيحب شخص هو عايزه طول الوقت مبتسم، فهم ممكن يتعودوا على وقام مبتسمه فيلاقوني عامله كده فوقام تنك. لا يا جماعه انا مش بفيك اللي مع تيتا، بس انا دلوقتي متضايقه وحظك ان انت شفتيني وانا كده. لكن لا لا يعني ما حسيتش معايا كتير بصراحه، يعني معظم الناس بتبقى مقدره شويه. برغم ان احنا بنشوف انك مش زي التيك توكر او البلوجر اللي هم بيظهروا حياتهم كلها على السوشيال ميديا، يعني احنا بنلاقيكي بتظهري مقتطفات بسيطه جدا من حياتك. لان انا مش بلوجر، انا مش ما قصدتهاش. انا بنزل فيديوهات بتضحك فده اسمه على السوشيال ميديا، ده اسمه ان انا بلوجر او كده. انا مش بلوجر، مش اللي هو 24 ساعه وكذا وبصوا تلاقيني فجأة عملت فيديوهات وانا بحط سكين كير وقعدت 3 سنين عملت الفيديو اللي بعده. ما عنديش حاجة بعملها. البلوجر او التيك توكر بيبقى بصوا انا رايح كذا، بصوا ديلي او كل اسبوع او لا، انا كل فترة تلاقيني بنزل حاجة كوميدي حاجة بتاع مع حاجات التمثيل. هسألك برضو عن موضوع التيك توكر او البلوجر ان هم ظاهرين حياتهم كلها على السوشيال ميديا، انت ايه برايك ايه في الحاجات دي لما بتشوفيها؟ بصي في حاجات مش بتضايقني اللي بيبقوا عاملينها بطريقه ديسنت. عايزه اقول لك على حاجه، فكره ان انت تظهري يعني انا بظهر انا وتيتا واحنا بنضحك او بتاع، ما انا ممكن اظهر حاجات تانية كتير مش حلوه. صح، ملهاش لازمه. فالناس اللي بتظهر حياتها ان هي بتحط ميك اب، ان هي بتعمل كذا، ان هي بتعمل شوبينج، بحس ان هو خلاص براحتها يعني حلو ليها. لكن الناس اللي هو بقى انا وجوزي اتخانقنا عشان معي. ملهاش لازمة، وبالذات لو متخانقين بجد بنعمل ايه؟ لا لا، بحس ان لو الكلام ده بجد مش عشان كمان فيوز، انت بجد بتحكي لي قصه حياتك وان جوزك ما ادكيش فلوس واتفضحت الراجل يعني وبعد كده تاني يوم حبيبي وجوزي وابو عيالي يا ستي. يعني انت مع الجمهور لما بيقعد يقول او رواد السوشيال ميديا لما بيقولوا يا جماعه ما في واتساب او في ما تقفروش، يعني هم بيعملوا شبه الناس اللي بره، الناس بره بيعملوا كده كتير، بس بيعملوا الحياه بيعملوا حياه فيك. بنعمل حياه فيك. انا طالعه عشان اضحك، مالكش دعوه بيا وانا عندي اكتئاب، انا عملت فيديوهات تيتا وانا بمر باكتئاب. في فيديو واحد اللي عملته اللي هو بابايا، الفيديو كان اوله كوميدي، راح تيتا راح قالت لي هو باباكي ما وحشكيش؟ ففي الفيديو ده عيط، الفيديو ده اللي انا نزلته الوحيد. لكن انا لو كل مره انا وتيتا انا وتيتا بنعيط نص الفيديوهات على فكره. لا انا حياتي حاجه، وان احنا بنضحك انا بقى وجدتي، ان انت طالعه بتعملي طبخه، ان انت طالعه بتورينا الميك اب اللبس البتاع، مش لازم بقى مشاكلك انت وجوزك وجوزك ما دفعش مصاريف ابنك لا ده بيرسونال قوي، مش حلو ان الواحد يعرفه. كوبرا في المسلسل اتجه للجدل شويه، فهل حصلت مع وسام انك شفتي مثلا شيخ او مثلا كنت بتمري بظروف او حد من اهلك مر بظروف فكان محتاج حد روحاني وطلع في الاخر نصاب؟ يا مامي لا طبعا، لا 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 ايه ده؟ لا حرام ولا ايه ده؟ احس ممكن يخلونا نتلبس اصلا. الكلب بتاعك حبيبتي ممكن الفيديو بتاعك ما شاء الله متصدر الترند،
احكي لنا عن الفيديو ده، يعني انت لما جيتي صورتي، واحكي لنا عن بتعمل معاكي ايه في البيت. بصي موكا، موكا بقى لها معايا حبيبتي 5 سنين ونص أو 6 سنين. هي حبيبتي بتشخر كتير قوي، فاحنا كنا في السخنه وطول اليوم بمشيها وبتاع، فهي فرهدت ونمتها جنبي. اول ما تنام جنبي على السرير، لا مش ممكن، فلقيت نفسي بضحك هستيري فصورت. فبرضه انا دي مشكلتي على فكره، ان انا بضحك بصور الحاجه بس مش كل حاجه بتنزل. بس حظي بقى بمزاجي بقى عايزه انزل ده، فالناس عجبها قوي. ايه بتعمل معايا في البيت؟ موكا هي كبيره يعني صغيره، بس الفرنش بولدوج شقي، فاكن بني ادم بتعند بقى وتجري وتزق بني ادم صغير معايا. هسألك آخر سؤال، إيه رأيك في في فيديو شفناه بعنوان بيقول إنك أنتي قلتي إن مامتك جالها القلب بسبب معرفة الطلاق؟ إيه رأيك في العناوين اللي بتبقى زي كده؟ وبيبقى رد فعلك بيبقى عامل إزاي؟ ما بحبهاش، بس دول يعني معظم الناس بتعمل عشان الموضوع يجيب فيو. هنكتب أكتر حاجة، يعني أنا قلت مثلا في النص ده، بس هنكتب اكتر حاجه شكلها مؤذي للعين. فانا عايزه اخش، يعني انا بعد حاله خاصه اتعمل فيديو 3 دقايق عن وامل شغله السوشيال ميديا وترند السوشيال ميديا على حاله خاصه بس، والباقي كله عن حياتي، مفيش حاجه اتقالت على المسلسل. فهم بيشدوا الناس بده. انا قلت ده انا مش بسبب ان انا كده، مامي زعلت على اكتئابي فده بعدين دبلها القلب، فانا قلت ان انا دي حاجه بتضايقني. أيوة. بس هل انا يعني اتقالت انا السبب؟ انا كنت بحس ده، بس انا مش قصدي ان انا السبب، انا ما مرضتش مامتي بس زعلها عشان هي انا بنتها، فجالها القلب بسبب زعلها عليا. فالجمله طبعا مش حلوه ان هي تتكتب، بس هتجيبي فيوز من ايه غير ان انت هتكتبي حاجه وحشه جدا، فالناس هيبقى عندها فضول فهتخش. على ذكر الزواج، انت قلت ان جدتك على طول بتتكلم معاكي على العريس وعايزه كده تتجوزي. هل ممكن من كتر تكرار السؤال تغيري رايك؟ لا مش فارق لي، اما حاجه تكون بس انا مرتاحه. لا لان ده كنت عملتها، يعني انا بقالي فتره كبيره منفصله، فانا كان ممكن اعمل كده، بس لا لازم اكون مرتاحه وحاسه ان الشخص ده ممكن اعمل معاه فاميلي، لان ده مش سهل ان انت يعني ممكن تحبي شخص بس تحسي ده ما ينفعش يبقى اب. فاهمه قصدي؟ ودي بقى المهم، ان لازم البني ادم اللي تحبيه ينفع يبقى اب للولاد. ويا منورتينا، وشكرا جدا، وبسطنا انك كنتي معانا.